السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تشاهدون فيه هذا الفيديو وتسمعونه. طيب، في هذا الفيديو لدينا أداة تصنع الاستطلاعات أو الاستبانات أو الاستبيانات، يعني في شخص بيقولوا لها الاستبانة، خاصة الأكاديميين، إخوتنا الأكاديميين يقولوا استبانة، وهي يعني أسئلة بيجاوب عليها لكي يعمل الواحد البحث. فطيب، هذه الأداة ممتازة جدا، عجبتني، راح نتعلمها اليوم يعني وكيف نستفيد منها. من مزايا هذه الأداة كوريوس كارين اسمها، زي انتم تشوفوا في هذه يعني الصفحة الأولى، وهي يعني معربة، بس أنا تواصلت مع يعني اللي صنعوا هذه الأداة، وقلت لهم يعني في بعض يعني تعريب، هو تعريب جوجل، فعرضت عليهم أني أحسن ترجمة جوجل لهم، يعني لأن هذه الترجمة حاليا ترجمة جوجل، فأنا أريد تحسينها وجعلها أفضل، فوافقوا بارك الله فيهم. فممكن مستقبلا، بس فيه يعني صعوبات أو معيقات يعني تقنية، لكي يحذر لي طريقة لمراجعة الترجمة، فحتى ذلك الحين نكتفي يعني بالذي لدينا حاليا، وهي في الحقيقة أداة سهلة الاستخدام، ليست صعبة. تمام، خلينا ندخل لصلب الموضوع ونسجل. مثلا خلينا ننشئ حساب جديد لكي نعرف كيف ننشئ حساب جديد. زي ما حكينا، هنا أنا عندي حساب، بس راح نعمل حساب جديد إن شاء الله. مثلا نعمل اسم يونس بن عمارة، تمام، ونعمل هنا إيميل آخر. لحظة، يونس، هذا طويل يعني، تمام، وكلمة السر نعمل مثلا، تمام، التأكيد بأني بشري. طيب، 4+5 تساوي 9. طيب، برومو كود ما عندي، يعني هذا رمز ترويجي زي انتم ما تشوفوا، يعني ممكن هنا مش مترجمة كل شيء. تمام، في انتظار. اوكي، الان زي انتم ما تشوفوا يعني انا فتحت حساب، زي ما تشوفوا يعني راح نعمل حفظ. ممتاز، هذا جيد جدا، يعني واو، لدي 184 كلمة مرور محتمل تعرض للاختراق، وهذه يعني فرصة طيبة لكي لا تكون مثلي، وأنك لا تعمل كلمة مرور نفسها، لأنه لو تعمل كلمة مرور نفسها زي ما عملت أنا منذ قبل، يعني منذ سنوات، فهذا يعني لما بيخترق موقع واحد أو يتسرب بياناته فيكون متعرض للاختراق. طبعا هي كانت أكثر من 184، وأنا أعمل على تغيير كلمة المرور في المواقع التي سجلت بها من قبل، وهذه خاصية مفيدة أيضا ضمن تحديثات متصفح كروم. طيب، هذا موضوع آخر طبعا ممكن نتناوله في وقت لاحق. الآن راح نشوف فقط هذه الأداة الممتازة جدا، زي ما حكينا هي لبناء الاستطلاعات والنماذج. طبعا في مئات الأداة اللي تصنع هذا الشيء، فما هو المميز فيها؟ المميز في هذه الأداة أنه تعمل لك الاستبيان بشكل محبب ومفيد للناس، وخليهم فعلا يجاوب الاستبيان. ركز معي، يجاوب الاستبيان فعلا، وأنا جربتها مع شخصين عربيين، وفعلا الإجابات كثيرة جدا. للأسف النسخة، أو لحسن الحظ أيضا، أنه فيه نسخة مجانية وفيه نسخة مدفوعة. النسخة المجانية تتيح لك فقط 100 يعني إجابة، 100 واحد يشترك يعني يضيف الإجابة. ولو أنا أقول هنا شيء مهم جدا، لو أنت تستخدم نماذج جوجل واللي تصنع لك نماذج يعني واستبيانات، وتستخدم هذا وترسل نماذج جوجل وترسل هذا، راح تشوف الفرق بنفسك، راح تشوف أن الناس بيجاوبوا على كوريوس كارين، نماذج كوريوس كارين واستبيانات كوريوس كارين واستطلاعات كوريوس كارين، أفضل من أنك لو تعطيهم نماذج جوجل السيئة للأسف. تمام، خلينا نعمل يعني خلينا نبدأ في استبيان جديد لنعرف كيف يشتغل. نعمل هكذا استبيان جديد. طيب، تفاصيل الاستبيان مثلا نقول ما رأيك في مدونة مثلا يونس بن عمارة، أو لا استطلاع
استطلاع رأي حول تدوينات مدونة تدوينات يونس بن عمار آل ناهضون. هذا طبعا تفاصيل بيان وهمي زي ما نقوله، أو زائف فقط للتعليم. طيب، هنا ندخل الوصف الموجز ما يدور عن الصبيان. سأطرحه أنا إن كنت من قراء يونس، مدونة يونس توك، فسوف أطرح عليك بعض الأسئلة لتحسين التدوينات المستعملة والارتقاء بها في المستوى العالمي. هذا مثال على كل حال، زي ما حكينا يعني لن نركز جدا في التفاصيل يعني هذه، فقط نحن نملأ لكي يظهر لنا، نعمل حفظ. تمام، أيوة، هنا عملنا حفظ، فيقول لك مثلا هنا أضيف شعارك، خلينا مثلا نضيف شعار. تمام، أنا عندي مجتمع جديد اسمه رديف، فراح نستخدم شعار رديف. هذا كمثال، مع أنه من المفروض هنا أنه نستخدم، لا نستخدم يعني، لا لا هذا، لا 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 مش شعار رديف. لحظة، هل أنت متأكد؟ هنا بيقول لك حذف ال، أيوة نحذفه، نضيف هنا الشعار. طيب، خلينا من رديف. تمام، نستخدم، لكن أنتم لازم يعني تشتركوا في رديف. أنا خليني من رديف، بس أنت لا، مش خليك في رديف، يعني اشترك في رديف. تمام، هنا استخدام مستمر. طيب، نضع صورتي. تمام، هنا زي أنت ما تشوف هنا يعني، لا يعني أنه نبدأ التغيير. طيب، هذه أول إجابة يعني، أو أول سؤال. لحظة، أيوة لحظة. تمام، هنا نضغط مثلا، هذا أول ما يظهر لترسله الاستبيان، هذا أول ما يظهر له. فنعمل مثلا تغيير، هنا نعمل تغيير، مرحبا، كان لديك بضع دقائق لمساعدتني في بعض الأسئلة، مثلا خليها هنا. ايضا فيه، لو تلاحظ الاسفل راح تلاقي مثلا مارك داون، فمثلا لما تحب تغير تعمل البولد مثلا، نعمل هذه بولد، هل لديك بضع دقائق، فنعملها بين نجمتين هيك زي الواتساب. اذا بدنا ايطاليك مثلا يعني مائل، نعمل هيك. لحظة اشوف، ايوه لحظة، لا لا أيوة هذا جيد. تمام، هنا أيضا معلومات أو توجيهات وظيفية حول هذا السؤال، يعني بتوجه الشخص، يعني لما بيكون سؤال يعني صعب نوعا ما، بتوجه ذلك الشخص، بتعطيه يعني تلميحات. هنا خيارات، ابدأ، ننزع مثلا كيف يبدأ، مثلا حط توكلنا على الله، توكلنا على الله سبحانه، قال حفظ. تمام جدا، خلينا نبدأ مثلا، وهذه أيضا هو شوف يعني بار ديفو زي ما يقولوا، يعني افتراضيا بيعطي لك يعني ترحيب ويعني توديع. تمام، فهذا الترحيب عملناه، خلص هذا الترحيب زي أنت ما شفته هنا، زي ما عملت بضع دقائق غمقتها وبعض يعني عملتها مائلة، ففيك تبدع في هذا البرنامج ما شاء الله. وانا ايضا زي ما تشوفوا توكلنا على الله غيرتها، كانت ابدا من قبل. طيب، هنا زي ما قلنا هو في توديع، فنعمل هيك، نعمل مثلا القلم ونقول مثلا هنا رائع، شكرا جزيلا على وقتك، اتمنى لك يوما سعيدا، مثلا نقول يوما طيبا، او زي ما نقول احنا نحن نغير. زي ما حكيت هنا في تفاصيل، يعني فيك انك تضع كود مثلا هنا، في تضع لينك، في تعمل تغميق النص، وفي الغالب لن نحتاج كثيرا منها، نحتاج فقط تغميق النص. فنعمل حفظ هنا لكي نذهب إلى الأسئلة على طول. تمام، زي أنتم ما شفتوا هنا، يوما سعيدا أصبحت غامقة. طيب، فمثلا خلينا بنختبر هذا اختبر، زي أنتم ما تشوفوا اختبر، نضغط اختبر. تمام، هذا بيقول لك هنا أن السيرفي أو الاستبيان لم ينشر بعد، فلا تخف، يعني هذا فقط يعني معاينة، هذا فقط تجريب، أنت بتجرب هنا، فهو مش منشور. فأنت زي ما شايف استطلاع رأي حول تدوينات بالنسبة للعمارة، هذه تفاصيل
يعني او موجز، وصف موجز على الاستطلاع. فنضغط هنا مثلا توكلنا على الله، ولاننا نحن لم نضع اي سؤال فطبعا بتجينا مباشره التوديع. فهنا الترحيب وهنا التوديع. خلينا هنا ايضا استطلاع راي، ساحاول ان اغيره الى اليمين لكي يكون عربي. يعني هنا زي ما تشوفون انتم صورتي ظهرت. طيب وهنا ايضا لو نضغط هنا راح يكون لدينا الوضع المظلم زي انتم تشوفوا. فالاداه ممتازه ما شاء الله عليهم، يعني الاداه ممتازه جدا. طيب هنا وسائل التواصل والايميجز، اعتقد يعني تخطيط، دردشه، كوريوس كارين، مقاطع الفيديو. تمام، هنا يمكن اضافه مقاطع الفيديو. ايوه اعتقد يعني تخطيط مخلوها يعني من جانب، لا ادري كيف يفعلون ذلك. اعتقد هذا حذف، هذه دردشة، اختبر لوحة القيادة. تمام ايوه، خلينا نعمل تحرير الاسئلة. تحرير الاسئلة، شاهد النتائج، تحرير تفاصيل الاستبيان، نشر الاستبيان، موف تو فولدر. طيب أعتقد أنه يعني التخطيط لكي نجعلها في اليمين ما في، لأنه لم أجربها على كل حال من قبل. تمام أيوه، خلينا نكمل يعني وضع الأسئلة. طيب زي أنتم ما شفتوا، زي ما حكينا فيه يعني سؤال ترحيبي، بعدين بيعطي لك الأسئلة زي أنت ما بدك. فهنا زي ما تشوفوا لن نتناول جميع الأسئلة، فقط يعني المهمة منها. بس أنت زي ما تشوف في الأيكونز، يعني زي ما تشوف الأيقونات، فهي تعبر عن المضمون فعلا. فمثلا خلينا بنضيف سؤال نعم أو لا. طيب هذا واضح، سؤال نعم أو لا. ندخل السؤال هنا مثلا، هل تطالع تدوينات يونس للعمارة بشكل منتظم مثلا؟ منتظم، هذا منتظم. طيب وزي ما حكينا هنا فينا نعمل يعني تغميض وغيره. هنا أيضا فيك أنك تحط توضيح مثلا. مثلا توضيح على كل حال، هذا فقط لكي نشوف يعني كيف يظهر التوضيح. بتعمل هنا نعم، خيارات نخلوها او لا. فيك ايضا تضيف خيارات اخرى بس نحن لن نضيفها يعني. فنعمل حفظ. تمام، عملنا حفظ والحمد لله. هنا شفت التوضيح كيف يظهر، خلينا نختبر نجرب يعني. طيب توكلنا على الله، واضح ان الدارك مود افضل. مثلا يعمل هنا نعم. رائع، شكرا لوقتك، لأنه قلنا عفوا لأنه لم يعني نضيف الكثير من الأسئلة، فهذا السؤال يعني نعم أو لا. طيب خلينا نضيف سؤال آخر مثلا، هنا نضيف سؤال آخر. طيب هنا في أوبشن أو خيار لاستخدام هذه الإجابة في السؤال الآخر، هذا هو رمزها يعني. فمثلا نضغط نسخ من الحافظة. تمام، ونستخدمها في أسئلة أخرى. فمثلا نضيف هنا السؤال. أيوة خلينا مثلا بيقول واحد نعم، اختبار متعدد، سؤال نصي، خيارات أخرى. تمام، خلينا اختيار متعدد مثلا، وضع خيار متعدد. طيب هنا ما هو المحتوى؟ الذي تتابعه مثلا. هنا نعمل هنا مثلا يونس توك البودكاست.
وأيضا نعمل مثلا خاصية تونس، دولة تونس بالعبارة، وحساب يونس على كورة مثلا. قلنا هنا نحن يعني نجرب بالأمثلة فقط. تمام، هنا زي أنتم تشوفوا المحتوى الذي تتابع في أنه يختار هذه أو هذه أو هذه. خلينا نجرب الآن، اختبرها. طيب مرحبا، توكلنا على الله. ثم مثلا خلينا نقول لا، هنا مثلا يختار. طيب شفت كيف يونس بالعبارة، وأيضا يظهر هذا التوديع. طيب خلينا أيضا ناخذ سؤال آخر، نضيف سؤال آخر، اختيار متعدد مثلا ترتيب. أيوة مثلا خلينا ناخذ ترتيب، اكتب سؤالك ونحددها. أيوة فمثلا يقول هنا هي المجالات التي تود أن أصنع فيها المزيد من المحتوى. مثلا هنا بنقول الترجمة، ثم بنضع هنا اللغة العربية مثلا، وهنا قال المزيد، لا اللغة العربية، التسويق مثلا. أيوه و المراجعة مثلا. هو زي ما حكينا هنا، لا يعني نجرب الأمثلة زي أنت ما تشوف هنا. طيب هذه يعني خيارات فيك أنك تكتب. خلينا نجرب هنا لكي ترونها بأنفسكم. توكلنا على الله. أيوة بعدين نقول لا مثلا، بعدين نختار مثلا نيو ستوك، بعدين شفت هنا فيه أنه يختار أكثر مثلا، ولهذا وهنا أيضا يعني هذه تحذف كل شيء. تمام جدا، بعدين ترسل. يمكن أن نضع توضيح هنا زي أنتم تشوفوا، راح نضع توضيح. فبنروح لهذا السؤال ونعمل هيك. تمام، وهذا نحذفه لأنه ما نحتاجه. أيوة هنا نعمل يمكنك اختيار أكثر من خيار واحد مثلا، نعمل حفظ. شفت كيف يظهر يعني جديد. خلينا نختبره. توكلنا على الله. لا مثلا. طيب هنا بيكون عندنا ترجمة، قال مثلا اللغة العربية، أرسل. رائع، شكرا جزيلا على وقتك زي أنتم ما تشوفوا يعني. طيب هو في أيضا في خيارات أخرى. اسحب لإعادة الترتيب. تمام، شفت هنا بيقول لك استخدم الكود لعرض استجابة المستخدم في السؤال اللاحق مثلا. هذه جيدة، خاصية ممتازة جدا. مثلا هذه كل إجابة فيه كود مثلا. هنا خلينا نقول مثلا تطالع تدوينة يونس بالعبارة بشكل منتظم. طيب مثلا خلينا ناخذ هذا الكود، نسخناه وبنعمل سؤال آخر مثلا هنا. أيوه بنعمل سؤال نصي، نقول لقد أجبت على السؤال الماضي مثلا، الماضي بنحط الكود. شفت لصق، نعمل لصق. هل لنا أن نسألك لماذا؟ وهو يعني بيحط النص. فالنص هنا فيك أنك تحدد، بيحط أرقام فقط أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني. يعني إذا ما حط عنوان البريد الإلكتروني راح يقول له لا. فهنا نخليه نص مفتوح، وأيضا يعني استخدم هذا الذي تحتاج إلى إجابات أطول. هنا نسمح يعني بذلك. تمام، لما أنت بتعمل فقط أرقام فقط، تعمل له مثلا هنا رسالة خطأ بتقول له لا، إجابة غير صالحة مثلا.
رجاء ضع رقم الهاتف مثلا، مع انه لن نستعملها هنا لانه راح نستعمل نص فقط. فتمام، مثلا نعمل حفظ، طيب ثم نعمل اختبار لنجرب. طيب هنا توكلنا على الله، هنا مثلا نقول لا. شفت، هل أجبت على السؤال الماضي بلا؟ هل لنا أن نسألك لماذا مثلا؟ فنقول لم أسمع بيونس بن عمارة قط من قبل مثلا. طيب شفت كيف، ما هو المحتوى الذي تتبعه؟ مثلا هنا أيوة مراجعة كتب مثلا هيك حتى نصل إلى التوديع. طيب أيضا في أوبشنات أخرى، أيوة المفروض هنا يكون، أيوة في خيارات أخرى، أعتقد هذه الخيارات يعني فيها، أيوة بالضبط هذا هو الخيار، للأسف غير مترجم حتى الآن، لكن فينا أن نعمل العربية. فمثلا هنا نعمل منطق شرطي، لحظة سوف أشرح. زي أنتم ما شايفين يعني هنا لما نضغط على هذه الثلاثة نقاط بيظهر إما نحذف، إما نعمل نسخة، إما نعمل منطق شرطي. فما هو المنطق الشرطي؟ المنطق الشرطي باختصار إذا جاوب، يعني إذا جاوب الشخص بكذا فأديه إلى كذا، إذا فإن، إذا فإن، فهذا هو المنطق الشرطي. خلينا نشوفه على الواقع. طيب هنا هل سؤال، هل تطالع تدوينات يونس بن عمارة بشكل منتظم؟ طيب هنا هذا المنطق الشرطي يخليه ينتقل إلى سؤال مختلف بناء على استجابة المستخدم. فمثلا عندما يجيب المستخدم نعم انتقل إلى هذا السؤال. مثلا خلينا نعمل مثلا هذا السؤال، أوكي انتقل إلى هذا السؤال. وإذا جاب بلا بيكون ترتيب الأسئلة الافتراضي العادي. لكن خلينا مثلا بنخلي ما هي المجالات مثلا هذا، مثلا زي ما حكينا هذا مثال فقط. عندما يجيب المستخدم بكذا فيك أنك يعني تجعله يقفز إلى سؤال آخر تماما، وفيك أيضا بتخليه يعني عادي ترتيب السؤال الافتراضي مثلا، وفيه أيضا تخطي السؤال التالي مثلا هذا السؤال التالي، تخطي السؤال التالي، أو فيه أن بيقفز مباشرة على سؤال آخر تمام. انتقل إلى هذا السؤال، سأنتقل إلى هذا السؤال فقط إذا لم يتم تعيين قواعد منطقية الإجابة على، يعني إذا لم تعين قواعد منطقية راح ينتقل إلى هذا. خلينا نجرب، أرجو أن تكون يعني قد فهمت هذا المنطق، زي ما يقولوا الانتقال القفزة المنطقية، وهي بسيطة مش صعبة. راح نجرب، خلينا نجرب. تمام، نحن أضفنا الآن، تم إعداد منطق الانتقال بنجاح. خلينا نختبر هنا. طيب توكلنا على الله، بنحاول مثلا بنقول لا المرة الأولى، نقول لا. شفت كيف، يعني هذا بيجيب لنا سؤال يعني ما هي المجالات، طيب ما هي المجالات، بعدين بيقول لنا وداعا. خلينا نجرب نقوله نعم هذه المرة مثلا، جرب نقوله نعم، توكلنا على الله. طيب خلينا نقول نعم، زي انتم ما شفتوا، شفت كيف من قبل جت، ما هو نوع المحتوى وكذا كذا، يعني ظهرت اعتقد ما هي المجالات، لما عملنا لا ظهرت ما هي المجالات، لما عملنا نعم ظهر له هذا. فانتم زي ما شايفين هذا، بعدين تظهر ايضا ما هي المجالات، بعدين تظهر له مثلا ما هي المجالات. طيب فلازمك تضبط القفزة المنطقية بشكل صحيح. هنا مثلا هذه يعني يمكنكم رؤية المسارات المختلفة بناء على المنطق الشرطي من خلال النقر على خيارات الإجابة المختلفة أدنى. فمثلا هنا هذا خيارات المنطق الشرطي تمام، هنا مثلا هاي خيارات المنطق الشرطي. زي انت ما تشوف، ننتقل إلى هذا السؤال
استجابة المستخدم، ترتيب الأسئلة الافتراضي. مثلا فينا أنا نعمل مباشرة على طول يروح ل رائع، شكرا على وقتك مثلا. فشفت هنا تعمل بتضبط المنطق الشرطي زي انت ما بدك حسب خيارات المستخدم. طبعا ان كان هذا يزعجك يعني، فانا اقول لك ما تستخدم المنطق الشرطي على طول، واستخدم فقط الخصائص اللي حكينا عنها، الاجابات يعني اللي حكينا عنها والتي لم نتناولها كلها يعني. على كل حال ليش؟ لانه راح يكون الوقت طويل جدا لتناولها، لانه هذا الفيديو فيديو تلميحي بشكل عام. اي مثلا نقول لا، طيب يختار ايوه شفت، شكرا جزيلا على وقتك على طول. طيب خلينا بنختار مثلا نعم، نختار نعم، اخترنا لا الفترة اللي فاتت. فهذه شوف خاصية التجربة ممتازة جدا، هي بتخليك تضبط الأمور. عملنا نعم، شفت كيف راح يظهر السؤال الآخر يعني. تمام جيد جدا. راح نعمل نشر لكي يعني، هنا استبيان مجاني يعطي لك فقط 100 إجابة وأسئلة غير محدودة وخاصية المنطق الشرطي واللي هي خاصية مهمة. بنعمل تابع مثلا هنا، طيب مشاركة عبر البريد الإلكتروني، بنعمل نسخ ثم خلينا نجربه. راح أحطه في التدوينة التابعة لهذه الحلقة. أرجو أن أكون قد أفدتكم، دمتم بخير، وفي فيديوهات شرحية أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. سلام.